مباريات متواصلة على بركة الله. أعلنت انطلاقة شوطنا الخامس عشر في هذا التحدي الكبير لهجن أصحاب السمو الشيوخ وسن الإذاع والستة كيلومترات هي الحاضرة من خلال هذه النجوم وهذه الشعارات المتميزة المزينة لأرضية هذا الميدان. شوطنا الخامس عشر الحامل في تحدياته الإبكار الإذاع المحليات الأصائل، منافسة كبيرة وأداء كبير في هذا المهرجان الكبير الذي يحمل القوة يحمل الإثارة في ختامي الختاميات المرموم 2019. يرحب بكل الضيوف القادمين من شتى ميادين دول الخليج على بركة الله. ننطلق ونتابع الأسماء، نتابع مقدمة هذا الشوط، نتابع هناك البداية الأولى، نتابع أيضا الانطلاق الأول، نتابع تحديات الإذاع وأيضا الإمتاع والإبداع. البداية ومقدمة هذا الشوط الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، من يقدم لنا الشاهنية على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني الشاهنية من هجن العاصفة وقياد الهلال يقودها في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث ثالث المراكز هناك الكايدة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. سعيد بن مبارك الوهيبي يقودها في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع رابع المراكز تأتي الشاهنية لهجن العاصفة وقياد الهلال من يقودها مضمرا. المركز الخامس خامس المراكز وتابع هناك القادمة مزلا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وراشد خميس الغويص يقودها في عملية التضمير والتدريب. يا سلام يا سلام يا سلام مع المركز الخامس. المركز السادس سادس المراكز وتابع هناك مطرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد يقودها في عملية التضمير والتدريب بهذا الأداء الكبير. تأتي مع المركز السادس والمركز السابع سابع المراكز وتابع هناك الشاهنية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسالم بن نايع بن سالم الغفلي يتقدم على أيضا المركز السابع والمركز الثامن. ثامن المراكز من الجانب الآخر الشاهنية لهجن العاصفة غياث الهلالي. والمركز التاسع تاسع المراكز تتقدم في هذه اللحظات تقدم رائع مع الشكلة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقودها في عملية التضمير والتدريب. المركز العاشر عاشر المراكز وتابع أيضا القادمة الدرعية قادمة بكل قوة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان. أحمد بن حميد بن محمد آلي ديل يقودها في عملية التضمير. هكذا النتيجة للعشرة المراكز الأولى المنطلقة في هذا التنافس الكبير، ولكن عودة مع البداية، عودة مع الصدارة، عودة مع مقدمة هذا الشوط. وتابع البداية هناك مع اللي تقود المسار الأول مع اللي تسيطر الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يقودها في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني الشاهنية لهجن العاصفة وغياث الهلال يقودها مضمرا. المركز الثالث ثالث المراكز هناك القادمة الكايدة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي يقودها في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع رابع المراكز مزلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وراشد بن خميس الغويص يقودها في عملية التضمير. ومطرة تأتي من خلال أيضا تواجد الأسماء مع المركز الخامس مطرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد يقودها في عملية التضمير. المركز السادس
سادس المراكز هناك القادمة الشكلة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وخليفة بن سلطان بن رشيد السويد يقودها في عملية التضمير والتدريب. المركز السابع الشاهنية لهجل العاصفة وغيات الهلال يقودها في عملية التضمير. المركز الثامن ثامن المراكز الشاهنية لهجل العاصفة وغيات الهلال يقودها مضمرا. المركز التاسع الشاهنية لهجل العاصفة وغيات الهلالي. والمركز العاشر عاشر المراكز هناك تأتي تعويض لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسيف بن أحمد بن خريدة يقودها مضمرا. هكذا النتيجة للعشرة المراكز الأولى لمجريات هذا الشوط والتحديات. أيضا الكبار هنا مع السنة الإذاعة الله 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 بوابة العبور الاثنين كيلومترات الاثنين كيلومترات هذه هي البوابة هذه هي بوابة الانتصار بوابة الناموس. ولكن عودة مع الشاهنية الشاهنية مع المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير الخطير يقودها مضمرا. المركز الثاني الشاهنية لهجل العاصفة وغيات الهلال يقودها في عملية التضمير والتدريب. وهناك القادمة الكايدة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي يقودها في عملية التضمير والتدريب. يا سلام ثلاثية ثلاثية بالكادر الأول ثلاثية في المنافسات الكبيرة والمتميزة في هذا الختامي في هذا التحدي الرائع. أتابع المركز الرابع تأتي مثل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وراشد بن خميس الغويص يقودها في عملية التضمير والدخول دخول مع المركز الخامس خامس المراكز. هناك مطرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد يقودها في عملية التضمير. والشاهنية لهجن العاصفة وغيات الهلال يا الله. والوصول في هذه اللحظات من أوتار لهجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيب يقودها في عملية التضمير والتدريب. هكذا النتيجة وصلنا الكيلو الأخير وصلنا الكيلو الخطير الكيلو المثير. ما تبقى عن نهاية هذا الشوط ما تبقى على الانتصار الأول ولكن عودة عودة مع الشاهنية عودة عودة مع أيضا القيادة الرائعة الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويد يقودها في عملية التضمير. المركز الثاني الشاهنية لهجن العاصفة وغيات الهلال يقودها مضمرا. المركز الثالث ثالث المراكز هناك أيضا القدم الكايدة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان أسعيد بن مبارك الوهيبي ومزنه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم راشد بن خميس الغويص والشاهنية الهجل العاصفة غياث الهلالي. ولكن الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة الشاهنية الكايدة الشاهنية الكايدة الكايدة غيرت الكايدة غيرت مع الأمتار الأخيرة الأمتار الحاسمة. ولكن الشاهنية الشاهنية من الجانب الآخر الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي والكايدة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي. الأمتار الأخيرة الشاهنية 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 هي من نالت ناموس هذا الشوط. تهنينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والتهنية للخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي على هذا الإنجاز المتميز. هناك تأتي الكايدة مع المركز الثاني لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. والمركز الثالث الشاهنية لهجن العاصفة. المركز الرابع ايضا الشاهنية لهجن العاصفة رابعا. والمركز الخامس المركز الخامس كانت ايضا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم هي ايضا الشكلة. هكذا التحديات هكذا المنافسات. 8 دقائق 58 ثانية اربعة اجزاء من الثانية الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والتهنية ايضا للخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي على هذا الإنجاز المتميز. الكايدة بثمان دقائق 58 ثانية ستة أجزاء من الثانية. التهنية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان والتهنية أيضا للمضمر سعيد بن مبارك الوهيبي على هذا الإنجاز المتميز. الشاهنية تسع دقائق وجزئين من الثانية لهجن العاصفة وغياث الهلال. التهنية أيضا
على هذا الإنجاز المتميز. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.